السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم رندة القرميط بالعقيق مخدومة بجوج ديال الغرز، كتجي على هذا الشكل كما تتشاهدوا في الصورة. أول حاجة غادي نحتاجو الحرير مبروم على 3 ديال الشارات، عقيق الزمرد رقم 3، وإبرة تخدم لنا الرندة والعقيق تكون العوينة ديالها باينة شوية فين يدخل لنا الحرير. وهنا كبداية خليت 8 سنتيم ديال فتحات العنق، وكنبدأ كنثبت الحرير في الطرف ديال الثوب، كنشركو مع الجهة الأخرى. بهذه الطريقة كنخلي القياس فين غادي نخدم جوج ديال الغرز، الغرزة الأولى الغرزة الثانية، كنرجع نضرب في الثوب كنرجع نضرب في هاد الغرز اللي عندي بجوج، الغرزة الأولى الثانية، نرجع نضرب في الثوب كنرجع تاني في هادوك الغرز بجوج. رندة خفيفة كنخدموها في النهار دغيا كطلع، كنديروها في الأمام ديال الجلابة ولا القفطان. نرجع نضرب في الثوب ودابا غادي ندير عقيقه، غادي نبدا ندير العقيق. العقيقه الاولى كنفوت واحد الغرزه وكنضرب في الغرزه الثانيه، كنرجع نضرب في الثوب كندير غرزة ما بين العقيقة من هاد الجهة، ثم كندير غرزة واحدة ثم فين ونرجع نضرب في الثوب، كندير جوج غرز في هاد الخويط اللي فوق من العقيقة، الغرزة الأولى الغرزة الثانية، ونرجع نضرب في الثوب. دابا غادي نخدم عادي، غادي نخدم 4 ديال السطورات ديال الرندة، كنمشي ونجي فيهم ومن بعد غادي نحبك على الرندة اللي خدمت. تبعوا معايا،
من بعد ما خدمت 4 ديال السطورات الرندا، السطر الرابع كنضرب في الغرزة الاولى وكندخل الابرة من هنا وكنخرجها من وسط الحرير بهذه الطريقة، وكنعقد كنحبك جوج ديال المرات، المرة الاولى المرة الثانية من نفس العين. بهذا الشكل دابا كنضرب في هذيك الغرزة الثانية، ضربت في الاولى ونضرب في الثانية، الغرز بجوجهم كنضرب فيهم. ونرجع نضرب في الثوب، سهلة انتوما كتجي. دابا نضرب في الثوب ونعاود ندير ثاني عقيقه ونكمل بنفس الطريقه اللي خدمت في الاول، تابعوا معايا.
وهذا هو الشكل النهائي ديال رندة الكورميط بالعقيق بجوج ديال الغرز، كتجي على هذا الشكل. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم والشرح ديالي يكون واضح. وبالنسبه للضريس خدمت ليها الضريس ديال البريوه ديال جوج غرزات تواب العقيق، هذا هو الشكل ديالو. غادي نشاركو معكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.